بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هناخد 4 محاضرات في اتجاه كلمه تغيروا، لان تغيروا دي وصيه، وعاده الواحد في التغيير بيلجا الى تغيير الخارج. يعني ايه؟ يغير شكله، يغير البدله بتاعته، يغير عربيته، يغير مكان شغله، لانه مش قادر يعمل الحاجه الاهم، انه يغير قلبه، يغير عقله. إنما ربنا يقصد بالتغيير تغيير الداخل، لأن غصب عننا اللي بره ده بيتغير لوحده، بيعجز، فمش هنقدر نوقفه. لكن شوفوا التعبير الجميل اللي قاله الكتاب: إن كان الخارج يفنى فالداخل يتجدد. يتجدد عاوز شغل بقى. تغيير الداخل ده قضيتنا، إزاي الواحد يغير في نفسه عشان لما يقابل المسيح له المجد يبقى بالشكل اللائق. احنا لما نطلع نقابل بعض عادة الواحد بيحاول يبقى شكله كويس، لما نروح للمسيح له المجد مش هنبقى أجساد، هنبقى نفوس. النفوس ليها شكل، ومقابلة المسيح هتعتمد على قد ايه شكلك جميل في نظره. لما يقول معلمنا بولس: خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ويقول المزمور: كل مجدها ابنة الملك من داخلها، زينتها زينة، كل زينة مريم، يعني كمثل أعلى. الروح لها زينة زي ما الجسد له زينة. فالتغيير ببساطة معناه أن نفسك المشوهة بالخطايا تتجمل في عينين عرسها السماوي. هذه فكرة التغيير. إحنا نفوسنا مشوهة، مشوهة بكبرياء، بإدانة، بكسل، بغضب، بطمع، بتعلق بالدنيا، بجسديات، كل دي تشوهات نفسية. مفيش واحدة عروسة هتروح فرحها كده. الواحد لما يجي يقابل المسيح عاوز بشكله حلو. الجسد ده اركنه خلاص، لأن الله لا ينظر إلى الوجوه. مش مهم شكلك خالص، أسود ولا أبيض ولا عجوز ولا صغير، مهم نفسك شكلها إيه. فالتغيير الروحي معناه تغيير القلب وتغيير الفكر وتغيير الإرادة. وده الموضوع اللي هيشغلنا كمحاضرة. أول موضوع هكلمكم عنه التغيير من الإدانة إلى الحب، لأنه أعتقد من أكتر أمراضنا الروحية اللي تقريبا ما فيش حد سلمان منها خطية الإدانة. يعني نادرا ما حد بيخلص، بيعرف يطلع من الحتة دي. واللي بيمسك لسانه عن الإدانة ما بيعرفش يمسك ايه؟ دماغه. واللي بيحاول يمسك دماغه عينه بتفلت ويلقط منظر وايه؟ ويقع في الإدانة برضه. فخطية الإدانة خطية منتشرة جدا حتى بين المتدينين. ده بالعكس، ده ساعات تبقى هي الخطية الأولى في عالم المتدينين. بين مثلا في قصة الفريسي والعشار، تصوروا الرجل بيصلي وهو بيصلي وقع في الإدانة. قال له: ولست مثل هذا العشار. انت مالك به؟ انت بتصلي. انا اصلي بصوم، وانا وانا وانا، ولست مثل هذا العشار. يعني يوم ما نقرته بعينك وقعت في الإدانة وهو بيصلي. التاني الغلبان الخاطي ما عندوش إدانة لانه حاسس انه وحش، ودي هتيجي في الحل. ايه رأيكم لو عرفنا نتغير من روح الإدانة اللي فينا الى روح المحبة؟ بتغيير كبير قوي، ويبقى انجاز خطير في حياتنا، وهيبقى جمال لنفسنا، لان النفس الوديعة المتواضعة تعرفش الدين حد، ما تعرفش. قريت حاجة الاسبوع اللي فات يعني علقت في دماغي شوية. القديس مكاريوس الكبير ابو مقار كان قاعد، وكان في شوية ناس جايين كده يستفزوه أو يسألوه أسئلة كده تغيظه، وهو في اتضاع شديد لم يلاحظ حتى هذا الاستفزاز، فضل يتجاوب مع كلامهم لأنه كبير في السن مش واخد باله إن هم بيغلسوا، يعني بطريقتنا بلغتنا. فواحد من ولاده نبهه قال له: تردش عليهم دول الناس. قال له: يا ابني قعدت 12 سنة أجاهد عشان أوصل للي أنا فيه، ان انا ما اخدش بالي من اللي يضايقني، ان انا ما اشوفش الخطيه، ان انا ما ركزش في عيوب حد، ويعني لما يسخروا مني بس المهم ان انا ما ادينهمش.
12 سنة قديس عظيم زي كده بيجاهد عشان عارف ان دي زينة، زينة للنفس قدام ربنا. تعالوا نعيش شوية في المعنى ده، ازاي نتحول من روح الإدانة الى روح المحب، من قلب الفريسي اللي مش سايب حد في حاله الى قلب المسيح له المجد الديان الحقيقي الذي لا يدين احد لغاية دلوقتي، وهو الديان. اول نقطة تعالوا ندرس اسباب الإدانة، ليه بنقع في الإدانة؟ اكتر سبب وراء الإدانة الكبرياء. عادة الإدانة بنت الكبرياء. لما تلاقي نفسك بتنقد الناس بلسانك او بدماغك، اعرف انك شايف نفسك شويتين وحاسس انك كويس زي الفريسي. ما هو الفريسي عنده كبرياء. فدي قص المصايب كلها، ان الواحد يبقى شايف نفسه حاجة وبالتالي مش عاجبه حد وبسهولة يقع في الإدانة. عشان كده في يعقوب 4 بقى يقول ايه؟ واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك، من انت يا من تدين غيرك؟ تطلع مين انت عشان تحكم؟ من انت دي تهز الواحد، من انت حتى تدين عبد غيرك؟ السبب الثاني من اسباب الإدانة عدم المحب. خطية الإدانة هي خطية عدم حب. ليه؟ تصور ان انا يعني حد جه يعيب في ابني، ابني بجد، رد فعلي الاولاني على طول ايه؟ الدفاع، مش كده؟ ليه؟ ما هو غلطان، بس ليه بعملت كده؟ لاني بحبه. فرد الفعل من غير ما افكر بدافع عنه او بعذره او بستر عليه. اقولهم تاني، رد الفعل يا بدافع عنه يا بعذره يا بستر عليه، بغطي على الغلط عشان محدش يشوفه. انما لو ابن الجيران، طبعا وحش وطبعا غلطان لانه مش بحبه او ما يفرقش معايا. لما حد بيتكلم عن حد قدامك يكون بتحبه فعلا، تلاقي نفسك بسرعة انفعلت وعاوز تدافع عنه. انما لو ما يفرقش معاك، طب نقول معاك برضه ونحكي ونتكلم. فمصيبة خطية الإدانة انها خطية عدم محبة، وانتوا عارفين ان عدم المحبة يكفي لدخول جهنم. احنا ساعات نستهين بالخطية، بنعتبرها ايه؟ عادي يعني. مرة بسأل واحد في الاعتراف بقول له بتقع في الإدانة؟ قال لي طبعا. استغربت من رد يعني. قال لي طبعا. قلت له طب ما قلتهاش ليه في الاعتراف يعني؟ فقال لي طبعا. قال لي وفي حد ما بيقعش في الإدانة؟ قلت له طبعا. في حد طبعا. هو الناس بتتصور ان ده العادي دلوقتي، الحقيقة ده مش عادي، ده ضد العادي. انت تدين عبد غيرك، انت مالك؟ ابسط اجابة سماوية، انت مالك بيه؟ هو انت اللي هيسأله رأيك في الاخر؟ فعدم المحبة اساس من اساسات الإدانة. شوف الكلمة اللي بيقولها معلمنا بولس، المحبة تتأنى وترفق، اهدي ضد الإدانة. ما حد يتأخر عليك تتأنى عليه بدل ما تدينه، لما حد يغلط تترفق به تعذره. المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، لا تنتفخ، لا تقبح، يعني لا ترى القبح. ما الإدانة بتبقى عبارة عن أنا شفت حاجة غلط. المحبة الحقيقية تخليك ما تشوفش الحاجة الغلط، ما بتشوفهاش، ولا تحتد ولا تظن السوء. كل دول ضد الإدانة طبعا. لو في محبة حقيقية الواحد ما يعرفش يدين. عشان كده كل ما الواحد فينا قلبه وسع وحب الناس فعلا، تلاقوا الإدانة بتتبخر من عقله من قلبه من لسانه. ولما تقع في فكرة إدانة اعرف ان لسه قلبك ضيق، ده نقص محبة، ونقص المحبة معناه لسه في خطورة على أبديتك، لازم تبقى خايف على أبديتك لأن لسه انت بتدين الناس. سبب ثالث من أسباب الإدانة الانقياد. ساعات الواحد يكون مش متكبر قوي وقلبه برضو واسع وحلو، إنما عيبه الأساسي إيه؟ إنه يجاري. نقعد قاعدة في الشغل، خلصنا العيانين اللي عندنا وبنشرب الشاي، نبتدي نجيب من الوزير للغفير،
واحد واحد بقى ايه نتكلم عنه كلمتين ورانا ايه غير كده. فتبقى الواحد قاعد ماسك نفسه اول نص ساعة وبعدين ايه بقى، وبعدين في الشغلة دي لازم يشارك ويبتدي يشارك. طب ليه تنقاد؟ الانقياد كتير ما بيكون هو سبب الإدانة تجاري. عشان كده المزمور الأولاني لو صليناه كويس في صلاة باكر ما نقعش في الإدانة. طوبى للرجل الذي إيه لم يسلك ولم يقف ولم يجلس، يعني عند الخطية تلاقيه يجري لحياته يهرب، لا يقف ولا يقعد ولا يمشي مع حد زي كده. أول ما يبتدوا النغمة دي تلاقيه قفل ودانه وقام من مكانه لو طار أو غير الموضوع، خايف على نفسه، خايف يتزحلق في خطية زي كده. يبقى الانقياد سبب مهم من أسباب الإدانة. سبب تاني الإسقاط. ساعات الإدانة تعبر عن مصيبة أكبر، إن أنا في عيب كبير مش عاوز أشوفه في نفسي فأقوم أشوفه في الناس، يعني أكون أنا بخيل وطماع فأقول كل الناس بخيلة عشان أنا بخيل، أو يكون واحد كذاب يقول لك هو في حد ما بيكذبش في الزمن ده يدين بالجملة كده. مرة كنت راكب تاكسي وواحد بيقول لي سواق التاكسي بيقول لي عارف يا مولانا كل اللي راكبين ملاكي دول حرامية. طبعا اتكسفت قلت اقول له انا معايا عربية. بس هو عنده اسقاط، تلاقيه جاب التاكسي طبعا بطريقة غلط ولا حاجة. سبب من اسباب الادانة انك العيب اللي جواك عشان تدافع عن نفسيتك وما تفكرش نفسيتك بغلطك تسقطه على الاخرين. زي الراجل مثلا لما يغلط تلاقيه طلع عينين مراته، طب اذا بقى ايه من اول ادم يا عين، اول ما ربنا جه اتكلم معاه قال له حواء اللي انت جبتها لي، قال له بس ما انت يعني ما عندكش عقل، ما كنت تقول لا. هنا الاسقاط، ان الواحد مش عاوز يشوف غلطه يقوم يشوف يرميه على اللي قصاده. عشان كده ربنا يسوع له المجد كان شديد في الحته دي، قال يا مرائي اخرج اولا الخشبه من عينك، يعني المشكله عندك مش عند اخوك. اخرج اولا الخشبه من عينك حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخوك. عشان كده فلنحذر، ساعات كلامنا في الادانه يكشف خطيتنا. ساعات اللي هتقوله عن اخوك اساسا ده مقياس ليك انت، بدل عبت عليه في الحته دي غالبا الحته دي جواك. سبب آخر من أسباب الإدانة السطحية والفراغ. لما الواحد يبقى فاضي يحكي، ولما يحكي زيادة هيقول ايه غير كده، يعني يقعد يجيب سيرة الناس، وبدل جاب سيرة الناس نعيب في الناس. لو واحد مشغول هتلاقي وفر على نفسه كل ده. واحد بيقرأ كتير خلاص دماغه تقيلة مليانة حاجات مفيدة، لما واحد ما بيقراش خالص سطحية. فالسطحية علامة من علاماتها ايه؟ الحكاوي بقى الفارغة، والحكاوي الفارغة يبقى لازم نحكي على الناس. عشان كده ربنا يسوع قال للكتب والفريسيون تشبهون قبورا مبيضة تظهر للناس من خارج جميلة ومن داخل مملوء عظام أموات وكل النجاسة. يبقى في 5 أسباب للإدانة، فاكرينهم؟ كبرياء وعدم محبة وإسقاط وفراغ وانقياد. اوكي، ايه مشكلة الإدانة؟ ايه الكومبليكيشنز بتاعت الإدانة؟ ليه خطية الإدانة دي حاجة وحشة؟ بالرغم انها لا تبدو كده قدام عينينا، بنعتبرها خطايا من الخطايا العادية، هي مش عادية هي خطيرة. معلمنا يعقوب يقول ايه؟ اللسان نار عالم الاثم، هكذا جعل في اعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. هنا في مصيبتين، لسان الادانة يولع الدنيا ويولع من جهنم. يعني ايه؟ الكلمة اللي هتقولها على حد ما يمكن الكلمة دي تدور وتعوره وتشوهه وتشهر بيه وتوقف حاله وتكره الناس فيه
وتولع الدنيا كلها وهي ابتدت بكلمة صغيرة. وعلى قد النار اللي انت ولعت بيها الدنيا دي تلاقي في نار مستنية اللسان في الآخر. ده كلام يخوف. معلمنا يعقوب كان شديد، قال تضرم لدائرة الكون ويضرم من جهنم. إذن خطية الإدانة على قد ما بتبدو صغيرة وسهلة إنما تأذي ناس كتير جدا، والأذية توصل إلى جهنم في الآخر. مشكلة تانية من مشاكل الإدانة دي نحسها بقى كتير قوي، نحس الحتة اللي هقولها دي. يقول الآباء القديسين من أشهر الخطايا اللي تطفي الروح بسرعة الإدانة. يعني إيه يطفي الروح؟ ممكن يجي لك يوم مثلا مصلي قداس حلو وطالع كده فرحان، وعلى باب الكنيسة استلمك واحد حكى لك حكاية ودانك اتلخبطت جاريته في كلمتين، بعد 5 دقايق تيجي تحاول تسترجع أي شعور كان حلو في القداس طفى خالص، أوف. تيجي تصلي أوف، ترتل أوف، مفيش. راحت فين الحرارة وراحت فين النور؟ خلاص، مش أنت جبت سيرة فلان؟ خلاص قطعت الكهرباء، قطعت على طول كده. أول ما مخك راح في الإدانة انطفى الروح على طول. دي تلاقيها في حاجات كتير بقى. طبعا لما تكون بتحكي كتير بقى تلاقي الأوف ده على طول بقى، فتلاقي أي ما تيجي تصلي مفيش روح خالص. ففي ناس كتير قوي تقول مش بحس بحاجة. ما هو أنت مش بتحس بحاجة لأنك واخدها إدانة صبح وليل. إنما حتى لو واحد كان بيحس بشوية حرارة في وقت روحي، قعدة إنجيل، خلوة حلوة، قداس حلو، وبعدين وقع في الإدانة على طول تهرب منه الحتة دي. إذا مشكلة من مشاكل الإدانة إنها تطفي الروح أو تخلي النعمة تهرب على طول. النعمة متحبش أبدا الإدانة، تحب التواضع والمسكنة والحاجات دي. إذا أي واحد فينا عنده فتور، عنده روحه مطفية، لازم يعرف إنه غالبا في إدانة في حياته، روح إدانة على الأقل، حتى لو ما كانش كلام إدانة، فكر إدانة. مشكلة أخرى من مشاكل الإدانة قول ربنا يسوع له المجد بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. يعني إيه؟ أنت بصيت على واحد داخل متأخر دلوقتي، نقرته كده، بصيت بس وقلت في بالك يتأخر ليه؟ يعني أنت اعتبرت التأخير خطية. على طول ربنا يقول للملائكة عنده فلان حطه في حسابه لأي مرة يتأخر خطية عليه. ليه يا رب؟ ما يمكن مع عذره. حتى لو مع عذره بدل مسكها على أخوه نمسكها عليه. فهمت نظام ربنا ماشي ازاي؟ يعني معايير حسابك انت اللي بتحطها لنفسك، بطريقة حكمك على الناس يحكم عليك ربنا. بالكيل الذي به تكيلون يكال. فانت استغلطت واحد على التأخير، شوف بقى كم مرة انت تأخرت حسابك تقيل. لقيت واحد اتعصب وقلت في بالك مالك معصبي كده، ما تستاهلش الحكاية، بس خلاص اترصدت عليك. اي عصبية بسبب او بدون سبب مرصود عليك. ليه؟ مش ده المكيال اللي حسبت بيه الناس؟ شيل عندك بقى. تصور واحد بقى ايه ما بيكيلش للناس خالص، اللي يتعصب يتعصب، اللي يتأخر يتأخر، واللي يتعصب على طول برنامج العذر يشتغل، اكيد نفسيته تعبان، اكيد ضغطه عالي، اكيد اي حاجة الا انه غلطان، واللي تأخر ده كتر خير انه جه. ما هو واحد خايف بقى، فاللي شغال ببرنامج الاعذار ده ربنا يقول لملائكته ايه؟ فوتوله فوتوله، لما يغضب فوتوله، ولما يتأخر فوتوله. ليه؟ مش ده المكيال اللي شغال عليه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكلم. تصور واحد بقى قاعد للناس على السقطة واللقطة، يا ويله يا ويله. ليه؟ لأنه بقى كل حاجة إن كنت للآثام راسدا يا رب يا رب من يثبت. ما دي قواعد ربنا يسوع متفق عليها. هتكيله ازاي؟ نكيل لكم. مشكلة أخرى لما يقول ربنا يسوع تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشفي نفسك كم سمعنا أنه جرى في كفر نحوم.
المثل بتاع أيها الطبيب اشفي نفسك، حين تقع في الإدانة في صوت سماوي بيقول لك بدل أنت حكمت على الشخص وشخصته، طب ما تعالج روحك يا سيدي. يعني إيه؟ ما هو اللي بيستغلط حد عارف الصح يبقى هنا يطالب بالصح، لأنك عارف بدل استغلطت الناس غلطة في عقلك ولا بلسانك، تعال نتفاهم بقى، ما انت عارف. شوفوا احنا عندنا في طقسنا الحلو ككهنة ننسب الخطأ لينا والجهل للشعب، خطأ أصعب من الجهل، نقول ليس بسبب خطاياي وإيه وجهالات شعبك، لأنه قد يخطئ الشعب دون عن جهل دون علم. طب بما أنك بالدين يبقى أنت إيه عالم، يبقى أنت عارف الصح من الغلط، تعال نتحاسب على الصح كله. أيها الطبيب اشفي نفسك من الأولى. يبقى شوفوا الخطية دي على قد ما بتبدو أنها بسيطة هي مركبة جدا، وراها كبرياء، وراها عدم حب، وتجيب دينونة الله، وتجيب انطفاء الروح. كمان الإدانة تعمل واحد، يقولوا الآباء كده أن الإنسان اللي يقع في دينونة الآخرين كمان هو أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقط في حفرة. الشخص اللي عنده روح إدانة ما يعرفش يساعد حد أبدا. تصوروا دكتور عيون، ربنا يدي الصحة والنظر للكل، ما بيشوفش، وهيعمل عملية كاتاركت، هيدخل في مناخير ولا في ودنه وهو بيشوفش. هو ده اللي بيحصل. هتساعد الناس ازاي اذا كنت انت مش بتشوف؟ اخرج اولا الخشبة من عينك، هي نفس الفكر. انت هتبقى اعمى تقود اعمى، هتعلم عيالك ايه اذا كنت انت الغلط راكبك؟ هتعلم الناس الصح ازاي اذا كان الغلط فيك؟ هتبقى اعمى يقود اعمى، يبقى اللي كله واقع في حفرة في الاخر. ودي طبعا حيلة شيطانية يضيع بها الناس. آية جميلة تقول إيه؟ موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. موازين غش يعني إيه؟ الإدانة خطية غش النفس، لأن وإنت بتدين الناس بيتهيأ لك إن أنت مستر بيرفكت والناس دي كلها وحشة أوي. وإنت بتقع في الإدانة في اللحظة دي الموازين دي مخشوشة، لأن أنت ركزت على اللحظة دي فأنت قاعد في حالك كويس، والشخص ده غلطان دلوقتي، نسيت امبارح، نسيت بكرة، نسيت من سنة. موازين غش، انت بتغش مين؟ بتغش روحك. انت أدرى بحالك، ما ينفعش تحكم على حد. فعشان كده اقول موازين غش مكرهة الرب، كأن ربنا بيكره الإدانة لأنها عبارة عن ميزان غشاش، لأن انت عارف كويس انك انت وحش برضو. ندخل في نقطة تانية اسمها مستويات الإدانة. الإدانة خطية لها كده إيه رينج طويل. أول نوع من الإدانة الإدانة بالعين والودن. يعني إيه؟ بيعتبروا الودن إدانة، مجرد تسمع حكاية عن حد بيغلط دخلنا في إدانة. عشان كده أول حاجة هنقفلها دي في الإدانة. أول ما يجي لك موبايل، في ناس كده أنتوا عارفين، أول ما تشوف اسمه على الموبايل تعرف إنها خطية إدانة، مش كده؟ في أسماء كده على الموبايل تكتب جنبها إدانة، مش إدانة ليهم، إنما أقصد إيه؟ أنت عارف الناس دي ما بتحكيش غير في خطايا الآخرين. قول يا رب يا ساتر استر. أول ما ترد تقول أيوه عاوز إيه؟ أنا مستعجل، اقفل على طول. لأن عارف إن الشخص ده غاوي يحكي في حاجات وحشة. فأنت ودانك متكلف، مش عاوزين نسمع قصص وروايات، مش عاوزين نسمع غلطات حد. وأول ما يجي يحكي لك يقول لك إيه؟ مرة واحد علمني الحتة دي، يجي واحد يقول له على فكرة فلان ده قال له اسكت ما تقولش اعمل معروف انا اوحش منه كتير، فسكته كده لجمه. اول ما قال له فلان، اول ما هيبتدي قال له استنى استنى على فكرة انا اوحش منه كتير. وفي مرة تاني واحد تاني يعمل ايه؟ يجي يقول له على فكرة فلان ده كذاب، قال له اقول لك الحق انا ياما وقعت في الكذب، سكه برضه كبسه. ليه؟ عاوز يقول له انت هتنسى، ما انا بغلط وانت بتغلط وهو بيغلط، خلينا نستر على بعض.
إذن أول حاجة ودنك وعينك، عينك ما هي بتشوف منظر، فدي أول حاجة، ودي أصعب واحدة على فكرة، مداخل دي لأن عليك في الآخر تدخل من الودن من العين على الحصالة على الدماغ تتحوش، يبقى إيه الشخص ده كذاب. هو ما كانش كذاب، الراجل بالغ شوية ولا قال حاجة كده ولا كده، خلاص خد إيه، خد ليبل كده، خد تايتل في دماغك ان ده كذاب، فكرة استقرت بقت اصعب. تنزل من الفكر على القلب، ما هو مرض فيروس، تقوم تشيل من الشخص، تبقى ايه خلاص، ما انت عرفت ان الشخص ده وحش او اتهمت انه بيغلط، فمخك رصد الغلط وقلبك شال منه، قفل منه، بقت اوحش واوحش. شوفوا احنا ماشيين ازاي، ودن عين مخ قلب، تطلع اللسان، تيجي في قاعدة رايقة كده بعدها باسبوع ويتفتح الموضوع، وتيجي سيرة فلان تلاقي لسانك بياكلك عشان تحكي اللي شفته او سمعته او فكرت فيه. شوفوا الشيطان بيلعب بينا ازاي. وبعدين تلاقي واحد في القاعدة ربنا كده يلطف قلبه، يقوم يدافع عن الشخص ده، تقوم انت بدون دراية تقول له لا لا انت غلطان، وتأكد وتشهر بالشخص وتقطع فيه اكتر واكتر، وتتحول من مجرد لفظة ادانة الى تشهير وتهويل. الاصعب بقى لما يبقى ده التعود. يعني ايه؟ اي شخص تيجي سيرته نقول فيه. احنا بقت الحكاية كده معقدة، كل دي مستويات من خطية الإدانة، ما تتخضوش، ده مرض، انتوا دكاترة لازم نعالجه، ومرض خطير لأنه يخلي النفس مشوهة، لا عارفة تصلي ولا عارفة تحب ربنا ولا عارفة تخدم ولا عارفة تعيش في سلام. تعالوا بقى ندخل كلام عملي عشان ما نكتئبش. تداريب ضد الإدانة، أو تعالوا نتغير من الإدانة إلى الحب. احنا كل ده كنا بنحلل المشكلة ونشخصها ونشوف الباثولوجي بتاعها عشان نعالج. اول تدريب علموه لنا الاباء يقول احكم على نفسك، والايه جميله تقول لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. الشخص اللي دايما شايف غلط واضح فاضح مش فاضي يفكر في غلط غيره، مش فاضي، هو عنده همه ومشغول بهمه. لو الواحد حكم على نفسه انه كسول، انه متكبر، انه قلبه ضيق، انه بيحب الفلوس، انه بيدين الناس، غيرك بيعمل خطايا اخرى مختلفة كبيرة ولا صغيرة، ما انت عندك خطايا، عندك اللي يضيعك، مش وقت تفكر فيه دلوقتي. فاول تدريب يغير الواحد ان الواحد دايما يبقى واقف لنفسه كحكم، واقف لنفسه كديان، واقف لنفسه كقاضي، يشتغل لكل محامي عند نفسه يشتغل لها قاضي، يشتغل لكل الناس محامي إنما مع نفسه يشتغل مع نفسه قاضي، لأن لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لو ربنا شافك عمال تحاكم نفسك على كل كلمة وكل فكرة هتلاقيه عمال يشيل من رصيدك كل ده، لأنك واقف لنفسك. وده التعبير اللي أصل المسيح لما قال أخرج أولا، يعني ركز في روحك، أخرج أولا الخشبة من عينك، صلح نفسك الأول وبعدين نبقى نشوف اللي حواليك. أنت ده هتروح تصلح غيرك ليه؟ فغلط يا ستة في شعار جميل قوي قاله معلمنا بولس الرسول، قال أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما. التعبير ده انا بحبه قوي، ليه؟ حاططها بطريقه مهذبه جدا عشان ما يقعش في خطيه ادانه او ما يسدناش نقع في روح ادانه. ان سبق يعني ايه؟ يعني الجدع ده اتزحلق ووقع، انت عليك الدور. ان سبق يعني هو انتم السابقون ونحن اللاحقون، محدش كبير على الغلط. فمجرد تعبير ان سبق، لما تلاقي حد بيغلط على طول تقول يا خوفي على نفسي، ممكن اعمل انا كده بكره. ان سبق، مجرد انك تخاف على نفسك دي تحميك من الادانة. وبعدين شوف التعبير اخذ في زلة ما، ما تقعدش
تتمأمأ قوي في نوع الزلة دي. ايه نوع الخطية؟ انت مالك، خلاص اخذ في زلة ما، هي خطية وخلاص. وبعدين تعبير اخذ ينسب الخطية لمين هنا؟ للشيطان. مش بيقول اذا اخطأ انسان اخطأ يبقى مسؤول عن غلطه، انما ده معلمنا بولس بيعذره يعني كده جنرالي كده اخذ. يبقى الشخص اللي بيغلط ده الشيطان ضحك عليه وزحلقه، الخوف بكرة علي انا اللي اتزحلق. شوفوا المقدمة، اللي يعرف يعمل دي يقدر يكمل الآية، اصلحوا انتم الروحانيين. احنا مش بنعرف نصلح حد عشان ما عندناش النظرة دي، الروح دي، روح ان سبق انسان فاخذ في زلة ما، النظرة دي مش عندنا. فعشان كده هنصلح ازاي؟ اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع. تاني تدريب يشيل خطية الإدانة ويوسع القلب، الخوف. الخوف من خطية الإدانة، لدرجة واحد من القديسين قال إذا جلست في مكان وبدأت سيرة إنسان اهرب لحياتك كمن رأى حية. يعني تصور احنا قاعدين في قعدة ولقينا تعبان دلوقتي هنجري، مش حدش هيغامر بعمره. تبقى قاعد في قاعدة وتتفتح سيرة بني آدم أو تحس إنك هتيجي رجلك في إدانة، لو عندك خوف مقدس هتجري، لأن ده مش موضوع بسيط. الجملة اللي هتقولها دي هتكلفك كتير، هتخسرك كتير، هتتمسك عليك. اللي عنده خوف مقدس يطلع من خطية الإدانة، والخوف من الخطية يحمي من الخطية. يقول من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. يعني الواحد لو حاسس أنه ماشي كويس لازم يحاسب، لأنه ده ما يمنعش أنه ممكن يتزحلق في أي واحد. الخوف من الخطية خلي واحد يهرب. تعبير اللي اتقال للوط، اهرب لحياتك، اهرب من كل تلك الدائرة، اهرب إلى الجبل. بإلحاح الملاك يقول له اهرب اهرب اهرب، انما طبعا هو هرب نص هرب كده، فمراته بقت عمود ملح وبناته ضاعوا وكانت شغلان. تدريب اخر نمرة ثلاثة يحميك من روح الإدانة وينقلك لروح الحب، عود نفسك تصلي لأي شخص بتشوفه بيغلط. اول ما تلمح خطية دي عاوزة تعود، اكسرسايز ده، تريننج ده، تدريب. أول ما تشوفه بيغلط هتقعد تقول اخص عليه زي، لا، أول ما بيغلط على طول برنامج الصلاة، ارحمه وارحمني يا رب، اهديه واهديه، سامحه وسامحني يا رب. أول ما تصلي تتكسر روح الإدانة على طول، ودي عاوزة تعود، دي مش هتيجي بالساهل، لأن احنا خدنا لما ننظر للغلط ننقده، ما تعودناش لما نشوف الغلط نصلي. ما هو مش أنا اللي بغلط، ده واحد تاني. انما ازاي تعود نفسك اول ما تلقط الغلط تصلي في سرك، دي عاوزه تعود. بس دي هتنقلك من روح الإدانة لروح الحب. عشان كده ربنا يسوع يقول ايه، احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم لكي تكونوا اولاد ابوكم. تدريب اخر، شوفوا معلمنا بولس اللي قلبه زي قلب المسيح كده، يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعصر وانا لا اغضب، لا، وانا لا التهب. بيولع ليه؟ معتبر كل الناس ولاده، فاي حد بيغلط قلبه بيوجعه. الموضوع مش بالنسبه له اخص عليه ليه يعمل كده، الموت ده ابني فقلبي وجعني عليه. دي مش روح إدانة خالص، ده روح حب. هو من جوه بيلتهب صلاة وتوبة وحزنا روحيا بسبب ارتباطه وحبه للناس. شوفوا لما سمعان قال للمسيح، سمعان بطرس قال له على فكرة بقى لو كلهم أنكروك أنا مش هنكرك، وإن أمكن أضع نفسي عنك. طبعا ربنا يسوع كان عارف بعدها بكم ساعة هيعمل إيه، كان ممكن يدين ويقول له يا أخي ده انت، ويقول بقى اللي كنا ممكن احنا نقوله. شوفوا ربنا يسوع
قدام الكلمتين دول قال له ايه؟ سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك، أنا بصلي لك لأن هيبهدلك بعد كام ساعة عشان الجملتين دول. طب رد فعلك ما صعبش عليك يا رب؟ المبالغات اللي بيقولها وبعد شوية هينكرك ويحلف ويلعن ويقول معرفكش. لا مش ده القضية، ده أنا بصلي له عشان الخطية دي ما تضيعوش زي ما هضيع يهوذا. طلبت من أجلك في اللحظة اللي سمعان فيها بيتغر وبيقول أنا أحسن من بقية الرسل وأنا بالذات مش ممكن هنكرك، كل ده غلط. في اللحظة دي يقول له سمعان سمعان أنا بصلي لك عشان الشيطان ما ياخدكش معاه. تدريب آخر ينقلك من الإدانة للحب، الدفاع عن المخطئ. تعالوا نعود لساننا لما تيجي حد يعيب حد قدامنا ندافع. ربنا يسوع له المجد حط لنا قاعدة جميلة، قال إيه؟ كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. تصور اتنين دكاترة في المستشفى عندك بيتكلموا عليك، فواحد قال عليك كلمة مش تمام، تتمنى التاني يرد يقول إيه؟ يدافع ويقول لا لا ده الدكتور فلان ده إنسان كويس وفاضل، مش كده؟ طب دي ليه ما يبقاش ده موقفك على طول؟ مش انت تحب كده من الناس؟ من ورا ظهرك اي حد يجيب سيرتك تتمنى يدافع عنك، تتمنى يشوف الحلو اللي فيك. يلا اعمل كده، خلي ده موقفك مع الكل، اي انسان تيجي سيرته دافع عنه، دافع عنه حتى لو في غلط، لان ما فيش واحد ما فيهوش حته كويسه. عاوز التدريب برضه. ربنا يسوع له كل المجد. من أجمل المواقف اللي ضد الإدانة اللي في حياة المسيح له المجد موقف يوحنا 8 بتاعت التي أمسكت في ذات الفأ. دي واحدة جايبينها جرينها كده من شعرها، مجرمة في نظرهم تستاهل الرجم، وعاوزين بالمرة يجيبوا له التهمة عشان لو قال حاجة غير اللي قالها موسى. رموها كده في كورنر في الهيكل وقالوا له دي حسب كلام موسى تستاهل الرجم. تقول أنت إيه؟ يعني وقعوه مع موسى على اعتبار ايه؟ لو ضد الشريعة هو كمان يترجم بالمر، فموقف مش سهل. انما ربنا يسوع الوحيد في المجموعة اللي قاعدة اللي صعبان عليه البنية دي، لانه حب، لا عنده كبرياء ولا عنده انقياد ولا عنده عدم محب، بيحبها مع انها وحش بس بيحبها. فعمل ايه؟ مفيش حجة تتقال هتدافع عن ايه، دي واخدينها من الخطية. أم انحنى إلى أسفل وركع جنبها وقال لها خلينا في الهم سوا، احنا لو رجموك يرجموني معاك وخلاص. فلقت واحد محترم ركع جنبها وفي الكورنر جنبها، طبعا مش قادرين نضربه، فاستمروا يسألونه، فوقف قال لهم طب اللي فيكم ما بيغلطش يرمي، وركع تاني. معلمنا يوحنا أصر يقول وانحنى ثانية. ليه بتعمل كده يا رب؟ قال أنا بدافع، أنا وقفت حامي. انتصب، دي تعبير الدفاع، تعبير عارفين الدفاع في المحكمة، كلمة انتصب وقال لهم، ده موقف محامي على طول. فربنا يسوع له المجد طلعها زي الشعرة من العجين، مع إن الغلط ممسوك عليها 100%، محامي شاطر. ليه عملت كده يا رب؟ لأن هو جاي يفدي الخطاب. طب إذا كان المسيح بيعمل كده وهو قدوس وديان، طب إحنا ما نعملش كده مع بعض؟ ليه ما ندافعش عن بعض؟ ليه ما نعذرش بعض؟ وبعدين انتهى الفصل الجميل ده بإيه؟ أما دانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها إيه؟ ولا أنا أدينك، أنا مش بحب الإدانة. يلا روحي ما تغلطيش تاني. ولا أنا أدينك. إلى آخر لحظة لم ينظر لها المسيح كامرأة منحرف. قال لها يلا ما تغلطيش تاني وخلاص. طب في الخطايا الكبيرة الصعبة دي ربنا يسوع لم يدين. غلطات الناس اللي حوالينا نمسك عليهم ليه؟ تعالوا نتعلم ندافع عن المخطئ. عاوزة تدريب. تدريب آخر حراسة الحواس. لما بدأنا الكلام لقينا المشكلة بتبتدي غالبا من الثلاثي ده، الودن والعين واللسان، ثلاث تهم دول الكبار. طب يلا نمسكهم، اسمع بحساب، بص بحساب،
اتكلم بحساب، بلاش شعار انظر حولك ده، بلاش، انظر أما انظر لفوق، غمض عينك، دي شعارات كويسة، انما انظر حولك ناقصين، هتقعد تلم خطايا الناس، ومش اي كلام يتسمع، لا برضو دانك دي بتسمع كلام ربنا، تديها لكلام فاضي ليه؟ ولسانك زي ما علمنا يعقوب ما قال، هي عين ميه تطلع مره ميه عذبه وميه وحشه ميه حلوه. خلاص بدل كلامك بيتكلم عن ربنا ومع ربنا، ما تعبش في حد. حراسه الحواس تحمي من الادانه. دع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيرا. نيرا دي الاستناره، يعني ايه؟ تصلي بنفس وتفهم كلام ربنا وقلبك يتحرك. ليه؟ اصل عينك بسيطه ما بتشوفش الغلط، انما عينك بتلقط الغلط على طول، ضلمه من جوه، لا صلاه تقطع معاك ولا انجيل ولا قداس، ما فيش حاجه بتنور، لان العين نفسها ملخبطه. تدريب اخر نمره 6، ضبط الفكر. ضبط الفكر ليه؟ ما تكتفيش انك انت ضبطت لسانك ما بتجيبش سيرة الناس، راقب افكارك، لان ربنا يسوع عاوز نقاوة فكر. مرة ربنا يسوع دانوا في افكارهم فعاتبهم في مرقس 2 لما قال لهم ايه؟ لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ طب يا رب ما قالوش حاجة، ده جوه قلبهم قالوا ماله بيقول مغفورة لك خطاياك وشايف نفسه مين؟ دانو في فكرهم، قال لهم ليه بتعملوا كده؟ يبقى واضح ان افكارنا مفضوحة، يبقى احنا مش مسائلين فقط عن كلامنا، ده احنا مسائلين عن الافكار. يبقى الواحد لازم يضبط الفكر. لما يقول تفكروا في الذي احتمل، لما تفكر كتير في المسيح المصلوب مخك ما ياخدش باله من اخطاء الناس، مخك مشغول محجوز بحب ربنا والتأمل في ربنا وصليب ربنا وخدمة ربنا، فمش هيقعد يفكر في خطايا الناس. آخر نقطة، آخر تدريب، تذكار الدينونة. لو الواحد افتكر وقفته قدام ربنا في اليوم الأخير اللي هي الدينونة اللي بجد، يعني احنا شغالين إدانة دينونة، ساعات يسموها دينونة، هي الإدانة يسموها دينونة ساعات، شغالين كل يوم، إنما الحقيقة الدينونة الحق أو الإدانة الحقيقية ليها معاد في اليوم الأخير، كل واحد هيعطي حساب عما فعل. لو أنت افتكرت أنك هتقف في اليوم ده مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، مش ممكن هتدين حد. أنت قد أن ربنا يفتح كل الصفحات القديمة والجديدة. لو خفت من الدينونة هتخاف من الإدانة، ولا تاني، لو خفت من الدينونة هتخاف من خطية الإدانة، هتخاف قوي انك تتكلم على حد او تشوف غلط حد. خليني في اللي انا فيه. انت لماذا تدين اخاك؟ لماذا تزدري باخيك؟ لاننا، شوفوا الحل هنا، جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. احنا كلنا هنترص قدام كرسي المسيح، كله غلطان، اللي ستر على اخوه هو اللي هيعدي، اللي عذر اخوه هو اللي هيعدي، اللي عرف يحب الخطاة زي المسيح هو اللي هيعدي، انما اللي قاعد يدين اللي حواليه تعالى تتحاسب بقى. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي، لما تفتكر دي تخاف خالص انك تقع في خطية الإدانة. فلنسمع ختام الامر كله، اخر آية، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا والإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا. كل حاجة مرصودة عند ربنا، هي تخوف. طبعا احنا عندنا بقى في العهد الجديد تصريح جميل قوي، إن كل خطية خفية أو ظاهرة تبت عنها تختفي من الرصيد، فيفضل الأعمال الصالحة بس يبختك، إنما لو فضلت خطية الإدانة ملازماك يا ويلك. إذا الموضوع الأولاني معلش ناشف شوية بس استحمله، عاوزين نتغير من روح الإدانة إلى روح الحب، عاوزين نتعود نعذر، ندافع،
نصلي للناس، نحب الناس، لكن نتحاشى الإدانة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.